يروي إبراهيم كامل أنه بعد حوالي نصف ساعة من لقائهما أرسل السادات يستدعي وفده بوجه منتعش وقال لهم: إن الرئيس كارتر رجل عظيم وذو ذكاء خارق، لقد حل المشكلة ببساطة شديدة وأراحني تماما. تساءل رجال وفده: كيف؟ فقال: لقد قال لي إنني أستطيع أن أعلق الالتزام بأي اتفاق وقع عليه على موافقة المؤسسات الدستورية في مصر وإسرائيل. سأله كامل: المهم ما هو الاتفاق الذي سنوقع عليه يا ريس؟ فأجاب السادات: سأوقع على أي شيء يقترحه الرئيس كارتر دون أن أقرأه. يقول إبراهيم كامل إنه تمالك أعصابه بصعوبة كي لا ينفجر في وجه السادات وقال: ولماذا يا ريس توقع عليه دون أن تقرأه؟ إذا أعجبنا فعلنا، وإلا فلا نوقع. فهب السادات واقفا وقال بصوت ملؤه التحدي: بل سأوقع عليه دون أن أقرأه. واستدار مغادرا إلى استراحته. لم أعد أفهم شيئا مما يدور في عقل السادات أو من تصرفاته وتقلباته غير المتوقعة، وقلت لنفسي إن مثل هذا الشخص لو كان رب عائلة صغيرة لسارعت بالحجر عليه، فما البال وهو رئيس مصر يتحكم في مصائر 40 مليوناً من البشر. إن المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا في الخنوع الأمريكي لإسرائيل، المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه، فقد استسلم لكارتر تماماً، وكارتر استسلم بدوره لمناحم بيغان. وأي اتفاقية ستبرم على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً. دعني أخبرك القليل عن بيغان والسادات كمفاوضين، لأنهما كانا مفاوضين وقد شهدت بنفسي على ذلك. بيغان كان محامياً، ليس محامياً يجد الحلول بل يخلق الصعوبات. كان يشكك في الكلام وفي كل شيء، كان يدفعك للجنون بأسئلته. كان مفاوضاً صعباً، لم يعجبني أسلوبه، لكن علي القول إنه كان أسلوباً فعالاً. فعندما تحصل منه على القليل تشعر أنك أنجزت الكثير. كان أسلوب السادات كأنه ممثل يهيئ المسرح، يتحدث عن الأهمية التاريخية لشيء ما، ثم يناولك ورقة أعدتها وزارة خارجيته ويقول: هذا هو مقترحنا، ثم يضيف: لكن هذا ليس رأيي أنا، رأيي الحقيقي أكثر مرونة، سأخبرك به في الوقت المناسب. كان يستطيع دائماً إقناعك بأننا في الفريق نفسه وأننا سنتوصل إلى اتفاق مشترك، هذا ما تريده وزارة الخارجية المصرية، لكني أخبرك أننا سنقوم بذلك. صدمني لمرتين أو ثلاث اختلاف أسلوب التفاوض. كان السادات يعلمنا مسبقاً بتنازلاته حتى قبل أن يقدمها، وهكذا كان يكسبك في صفه. أحببنا التعامل مع السادات، كان التعامل معه أسهل كثيراً، لكننا لم نحب التعامل مع بيغان.